تحدثنا في الكثير من الأمور عن ملفات الهجرة في هولندا، وأنت دوما كنت متفائل وتطري بشكل جيد عن ملفات اللجوء والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الهولندية للاجئين، وبالأخص اللاجئين السوريين والأفغان أو القادمين من دول الحرب. ولكن يعني الآن هناك نفس سلبي في حديثك بأن هناك أحداث ستكون سلبية على اللاجئين السوريين أو القادمين من دول تعاني من حروب ممن وصلوا إلى هولندا، وهناك قرارات يعني ستكون سلبية جدا عن هؤلاء أو من يصل حديثا. اللي يجي على هولندا كلاجئ وعنده مشكلة حقيقية، هولندا راح تستقبله، وما زال هذا الباب مفتوح. لا هولندا ولا حزب اليمين ولا أي حزب يقدر يمنع إغلاق أو الحدود أمام اللاجئ السياسي، أمام اللاجئ اللي عنده مشكلة حقيقية ويقدمها. هذا ما راح عنده مشكلة أبدا. أما الموضوع اللي يخلط واللي يستخدم اللجوء لمآرب أخرى أو خرق قانون اللجوء في هولندا، هذا راح يكون سلبي له. أما الناس، أنا بعرف ناس حاليا سوريين قدموا من سوريا ومن دول الجوار السوري، قدموا لجوء ضمن 6 شهور ضمن 4 شهور أخذوا إقامة